شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القيام، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، وهو أيضا شهر الجهاد، شهر البذل والعطاء. لذلك كانت أهم معارك المسلمين والمفصلية منها كانت في شهر رمضان، وأولها غزوة بدر الكبرى التي سماها الله الفرقان، فقال الله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. نعم، إنها يوم الفرقان، معركة بدر التي انتصر فيها القلوب المعلقة مع الله، وثاني المعارك فتح مكة. وما أدراك ما فتح مكة التي فتحت بالإصرار والعزيمة والمغفرة والتسامح؟ فما فكيف ننسى معركة حطين؟ وما أدراك ما حطين؟ حطين معركة البطولة، حطين معركة صلاح الدين التي أعاد بها القدس والأقصى إلى أحضان المسلمين بعد 90 عاما من الاحتلال الصليبي القذر، فأعادها صلاح إلى أحضان الإسلام. والقدس يا عباد الله هي الميزان الذي يقاس بها قوة المسلمين أو ضعفهم، فإن كان المسلمين على عقيدة التوحيد متمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كانت القدس معهم، وإن تخلوا عن عقيدتهم وسنة نبيهم وكانوا ضعفاء سلبت منهم. ويشهد لنا حالنا الآن بهذا الكلام، عندما ما عدنا نطبق عقيدة التوحيد بكاملها ولا نلتزم بكامل السنة، سلبت وأخذها منا أحفاد القردة والخنازير 70 عاما. وما رفعنا رأسنا طأطأناه حتى ظننا أن في الأمة ما عاد رجال
ولا تموت، فها هم أبطالنا في بيت المقدس يريدون لنا عزتنا وكرامتنا ورجولتنا ويدوسون على الصهاينة ويفتحون باب العابود رغم ألوفهم، رغم أعتى جيش على الأرض. عندما يتسلح الإنسان بالإيمان والعزيمة لا يخاف. القدس اشتقنا لها ورب الكعبة، يا قدس اشتقنا لك، يا أقصانا قد اشتقنا لك، أما اشتقتي إلينا لتعودي إلينا يا قدس؟ وكأنني أسمعها تقول: أنا القدس، أنا العزيزة، أنا المباركة، أنا الذي في ثاني مسجد وضع على الأرض. قال أبو ذر: يا رسول الله، ما أول مسجد وضع على الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. وكأنها تقول: أنا مصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكأنها تقول: أنا أول القبلتين. وكأنها تقول: أنا ثالث المساجد. لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فأنا عزيزة، أنا مباركة، لا أعود إلا لأهل الإيمان، لا أعود إلا لأهل التوحيد، لا أعود إلا لمن يطبقون سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي، أبطالنا في القدس عندما لبوا نداء وقدساه وأقصاه وباب العبود لم يكن صدفة، بل هم في من سنين طوال في
ولما فتحت ما رأينا إقبالا إلا من رحم ربي، إلا من تعلق قلبه مع الله وأتى إلى المساجد وملأها. نحن في يوم جمعة في عطلة، وكنت أظن أن المسجد سيمتلئ كما ملئ الآن، ولكنه اليوم الحمد لله كان في الأعداد زيادة، وهذه بشرى. لعلنا في الأيام القادمة أن نأتي لمساجدنا ونملأها. ولا تنسوا يا من تباكيتم على صلاة التراويح، فالليلة ليلة تراويح، فلنرى المسجد يمتلئ في صلاة العشاء وصلاة التراويح. نريد قدسا ونريد أقصى، فلا بد أن نعمل، ولا بد أن نبذل، ولا بد أن نجتهد، ولا بد أن نعود لعقيدة التوحيد، ونطبق سنة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة كاملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين الذي أذل الظالمين وأذل الجبابرة. الحمد لله رب العالمين الذي ينصر عباده. الحمد لله رب العالمين الذي يمكن لعباده. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في ليلة حطين صلاح الدين يتفقد الخيام، خيام المجاهدين، فهذه خيمة تقيم الليل، وهذه خيمة تصلي، وهذه خيمة تقرأ القرآن، وهذه خيمة يتذاكرون العلم. وجد الخيام كلها طاعة وعبادة لله، إلا خيمة واحدة. جند تعبوا في الصباح من حرب، ثم استعدوا فناموا، فماذا قال صلاح؟ والله إذا هزمنا غدا لنهزمن بسبب هؤلاء النيام. يا صلاح، ناموا لأنهم جاهدوا. وأنت أخي المسلم لا تكن سببا في تأخير نصر الله، فنصر الله آت آت، والقدس ستعود ستعود، وسنصلي في الأقصى إن شاء الله. لكن لا تكن أنت سببا في تأخير النصر بمعصيتك وابتعادك عن تطبيق شرع الله، وابتعادك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصر آت لا محال، وليس ضرب خيال، وليس جنون، لكنه وعد الله الذي وعدنا إياه. فقال سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليدبروا ما علوا تدبيرا. سندخله بإذن الله، وهذا وعد رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. وعد الله آت، نحن إما نؤخره بمعاصينا وابتعادنا عن التوحيد وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو نستعجل به بعودتنا إلى ديننا وشرعنا. النصر آت، نصر هذه الأمة يحوم فوق الرؤوس، ينتظركم فيكون. فلا تشغلن نفسك متى
نفسك أنك مع الحق تكون على التوحيد بيقين متبعا لرسول العالمين، ولا تكن مع الباطل أبدا، ولا تصفق ولا تطبل ولا تدمر للظالمين أبدا. كن مع الحق وابقى مع الحق وابقى على عقيدة التوحيد وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنصر آت آت يا قدس، النصر آت آت. حمى الله القدس وحمى الله الأقصى وحمى الله رجال القدس وثبت أقدامهم وسدد رميهم ونصرهم على اليهود بإذن الله. علينا بالعودة، علينا أن نسارع بالعودة حتى تنهض هذه الأمة، ولا نهضة لها إلا بشرع الله وتوحيد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قولا وعملا.